ما عندهاش خدمة، لم يضيق علينا ربي لماذا؟ لعلهم يرجعون. ربي كيضيق عليك ما عندكش خدمة، وين تروح؟ وين تروح؟ ربي، أنت لا تتهرب من ربي. أبو أمامة رضي الله تعالى عنه كان في المسجد جالس وهو في حيرة، يده على خده وجالس مهموم. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ أبو أمامة قال له: شوماج. قال له: مهموم. قال له: هموم وديون يا رسول الله. قال له: هموم وديون غلبتني، عباك أكثر من البطالة، أكثر من الشوماج. ديون غلبتك، ناس يجرون وراك، ناس يهدوا فيك، ناس يطالبوا بالديون تاعهم، يعني ماشي ما عندكش باش تشري، ما عندكش باش تسدد، راك تحت الزيرو، تحت، ماشي بطالة، يعني أدنى من الفقر. هذا المعسر نسميه احنا، هذا أكثر من فقير المعسر. الآن أبو أمامة على ما شاء الله محسن ما راحش يسكر، على تلبية الله، لأنه يعلم أن الذي ضيق عليه ضيق عليه ليهدي إليه لن يهرب منه. أنت ربي ضيق عليك تتهرب من عنده، عباك مش هيصرى لك، راح تزيد تدخل في متاهة لا تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. إذا الفقر والجوع والذين جاعوا والذين كانوا فقراء مشوا بالحفة في وقت الاستثمار الفرنسي، ما راحوش للحرام وما سلموش بعضهم وما داروش حاجة مش مليحة. الفقر كانوا الصحابة يلبس من تحت من فوق عليها، ما عندوش يمشي بالحفة، ما سرقوش، ما مدوش يديهم، ما راحوش للحرام. الفقر عمره ما يخرج ناس مجرمين، الفقر بالعكس خرج ناس أبطال. ونقول لك حاجة، أنا نخليك هنا في مسينة برك، روحوا شوفوا الناس الدكاترة والناس النخبة تاعكم هنا، إذا ما ترباش الفقر، إذا مش الفقر هو اللي علم، إذا مش الفقر هو اللي رباه، نعم نعوذ بالله من الكفر والفقر، ولكن إذا وجد الفقر فليصنع منك رمضان. فهمت كيف؟ ما تقولش الفقر والله ما عندناش وضيق خليني نخرج منك، والله الشيطان قد أوحى لي كذلك. سبب محمي لا نقوله في المخدرات، وكذلك البطالة لا نقوله في المخدرات، ظروف البلاد لا تسوغ لك المخدرات، كل ما ضاقت عليك علينا الدنيا وش معناتها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذاك اللي يقول لك على ربي عليه يجعل له مخرجا، هذاك الانسان وراه باش يجعل له مخرج وراك في الضيق. وش قال لك ربي؟ يتق الله. اذا الضيق يجب ان يربي فينا التقوى، اتقوا الله يجعل لنا مخرج. ولذلك شوفوا اخواني الكرام، اعظم شيء يوقع الانسان في الفساد وعلى راس ذلك الفساد المخدرات، هو انفصال ما بين الخالق والمخلوق، بعد عن الله رب العالمين. شاهد كل نقطه قلبي هذه نقطه الله اكبر. المهم البعد عن الله تبارك وتعالى هو راس الاسباب التي توقعنا في كل الافات، نسال الله السلامه والعافيه. اذا انفصل العبد عن ربه انتهت تعاليم الرحمن في قلب الانسان، يولي الانسان لا يبالي، ويولي الانسان اي حاجه يريد ان يفعلها يفعلها، لانه لا يشعر بتواصل مع الله. نحن ان شاء الله ستسمعون من الشيخ بعض الاسباب الاخرى ستربطونها كلها ببعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، لان الانسان الذي يعرف الله ويتعلم يتصل بالله ابدا وابدا ان يعصي الله. شوفوا وقوع الانسان في ازمه يجعله يضحي بنفسه حتى لا يعصي الله. نعم ربنا علينا تعرفنا به، انت عندك نعم على الله من الله عليك تخليك تسبح تعصيه. يوسف عليه السلام لما وقع في خلوه وقد استدرج للفساد، هو غريب رجل جميل شاب في غربه يستطيع ان يفعل ما يشاء، امراه العزيز قالت له هيدا لك، لم يفعلها يوسف. تعرفوا السبب وش قال ربي عز وجل الذي هو يفصل لنا قوله المخلصين؟ السبب ما هو؟ كلا انه ربي احسن مثواي. كلمه ربي ترجع في التفسير على معنيين صحيحين اثنين، ربي العزيز لانه هو اشترني جميع القصر، وترجع على ربي اللي هو الله احسن مثواي. شكون يسلكني بالبير نهار ما وني خوتي؟ ربي.
شكون اللي جابني هنا وحياني وعطاني هذا المقام وتربيت في قصر ربي؟ الان اول امتحان ليس خير الله الحياه، حياه يوسف ومعرفته بربه الذي اكرمه خلاه ما يرتكبش معصيه. وانا اقول لكم تخصص تاعي هذا في الشهوه في الدكتوراه. الشهوه شهوه الفرج تتميز بشيء، وش هي؟ انفجاريه. ولذلك ربي كان سياج: لا تقربوا، لا تنظروا، لا تختالوا، لا تلمسوا، لا تسافروا غير محرم. هذوما السياج ما تقربش، لانه لو كان في الحد تنفجر وتفعلها. يوسف عليه السلام كل شيء مهيأ، ما خلى رجل بامرأتين الا كانت شيء مختلفا، يعني راح ينفجر وهم بها. مع ذلك توقف في اوج شهوته من اجل من؟ الله. لماذا؟ يعرف الله احسن مثواه. تعرف على الله ستترك كل شيء من هذه الافات، نسال الله يعافينا واياكم. ومزيد بيان ان شاء الله مع شيخنا، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.